السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم زميلتكم اسماء محمد من تيم اور كورس. باذن الله هنتكلم مع بعض دلوقتي عن الجزء بتاع العملي اللي هو اسمه بويزنز بلانت. تمام. طيب مبدئيا كده انا هتكلم فيهم في ايه البلانتس. انا هقسمها على سيدز، كبسول، روتس، وهول بلانت. تمام. طيب سكيما عامه كده، اول حاجه السيدز هنحفظها ان هم 3 3 2. تمام، 3 3 2. طيب والكبسول 3، الروت 2، والهول بلانت 1. طيب بس اهم حاجه اللي هم هيلخبطوني السيدز، فانا هحفظهم دلوقتي 3 3 2. طيب اول كل رقم يرمز لايه؟ اول 3 هم السمول سيرفيس، سمول حجم يعني سمول سايز. تمام، الثلاثة التانيين اكبر شويه هم ميديوم. تمام، والاثنين الباقيين هم اللارج. تمام. طيب نيجي بقى نشوف كده بالراحه. ماشي، دول اول 3 اللي هم السمول سايز. هبدا هقرا اسمائهم بس الاول واقول الكومنت العام اللي انا هقوله على الثلاثه، وبعد كده نفصل بالراحه. طيب اسمائهم ايه؟ الاتروبا بلادونا، الداتوره فاستيوزا، الداتوره سترامونيوم. طيب الاسماء طبعا ما تحفظوش كده، هنبدا بقى نفصلهم بالراحه بس بعد ما اقول الكومنت. طيب هما الثلاثه بيشتركوا في حاجه، بيشتركوا في ايه؟ بيشتركوا ان هما شكلهم كيدني شيب، شبه الكيدني. تمام. طيب السيرفيس بتاعهم مش واخد التجويف بتاع الكيدني نفسه، مش واخد يعني الشكل بتاع الكيدني، ولا هو مبطط فلاتند سيرفيس. ايه تاني؟ ماميليتد، هو له حروف من بره كده، او له حاجات زي حب من بره، حبوب من بره كده. طيب هل الكيدني ما كانش لها بوردر؟ لا، الكيدني لها بوردر، لها 2 بوردر، والبوردرز ديت بيبقوا كونفكس بوردر. تمام. طيب كل البلانتس اللي انا هتكلم عنها فيها النهارده فيها حاجه اسمها اكتيف بريسبل. ايه هي الماده التوكسين اللي فيها؟ طيب المواد التوكسين في الثلاث نباتات مشتركين في الثلاثه سيدز دول اسمهم ايه؟ اسمهم اتروبين، هايوسين، هايوسيامين. تمام. ده الكومنت العام بتاعهم الثلاثه، وبعد كده نرجع بقى نزود كومنت على كل حاجه. طيب مبدئيا احنا هنجمع بس عشان ما حدش يتلخبط، احنا هنجمع مجمعين النباتات كلها هنا، نبدا نتكلم عنهم بس بشكل مقارنات عشان نحفظ اسمائهم، وبعد كده هنروح نشوفهم في فايل عملي بالراحه. تمام. طيب ده هنا زي ما احنا قلنا اتروبين، هايوسين، هايوسيامين. طيب نيجي بعد كده بقى لاشكالهم. طيب انا عندي هنا ثلاثه صغيرين، ثلاث حبوب صغيرين، واحده لونها اسمر واثنين لونهم بني. طيب واحده من الاثنين لونهم بني ديت صغيره جدا لدرجه انها ممكن تبان انها عامله زي التراب، فاسمها ايه؟ اتروبا. تمام، هي شكلها عامل زي التراب، فهي اسمها اتروبا بلادونا. اتروبا بلادونا شكلها عامل زي التراب. ايه اللي انا هزوده في الكومنت اللي انا لسه قايله من شويه؟ هزود ان هي بتبقى لونها براون وشكلها سمول وحجمها سمول. تمام. طيب احنا قلنا ان عندي 2 بني وواحده سمراء، واحده سمراء. طيب الواحده السمراء اسمها هي سمراء، تمام، او سودا يعني شكلها اسود. طيب اسمها ايه؟ داتورا سترامونيوم. تمام، داتورا سترامونيوم لونها اسود. ايه الكومنت اللي انا ايه الحاجه اللي هزودها في الكومنت؟ هزود انها لونها اسود، هزود انها حجمها من 3 ل 4 مللي. طيب التالتة بتاعتهم اسمها ايه؟ اسمها داتورا فاستيوزا. داتورا فاستيوزا ما فيش هنا حاجه تربطها بالشكل، بس هي احفظوا ان هي حجمها كبير 3 ل 4 ولونها براون، واخده من الاثنين التانيين، واخده من الاثنين اللي اسمائهم متسكمه. تمام. لونها براون وحجمها من 3 ل 4 مللي. تمام. طيب نيجي بقى نشوف اللي احنا قلنا ايه؟ 3 3 2. طيب في الثلاثه التانيين اللي هم الميديوم سايز، مين اللي هيتلخبط معايا في الميديوم سايز؟ والله اللي هيتلخبط معايا اثنين، واحده اسمها كاستر اويل سيد اللي هي دي، والثانيه اسمها ايه؟ الثانيه اسمها كروتون اويل سيد. هيتلخبطوا ازاي؟ عندي صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه الاثنين شكلهم اوفال ان شيب. تمام، هو باين هنا دي شكلها اوفال اهي، اوفال ان شيب. طيب والاثنين لونهم براون تقريبا يعني. طيب هما الاثنين اوفال ان شيب، اثنين لونهم براون تقريبا، الاثنين نفس الحجم. طيب افرق بينهم ازاي؟ هفرق بينهم ان عندي الكاستر اويل عليها زخارف من بره كده، اسمها ايه؟ اسمها موزايك، وبرده حاجه ثانيه انها بتلمع اسمها لوستر. يبقى هي فيها لوسترز وبتبقى لها موزايك سيرفيس، تمام، ولونها براون. طيب على عكس الكروتون اويل، الكروتون اويل برضو اوفال لونها براون، بس هي مش بتلمع، مش بتبقى لسترلس ومش عليهاش موزايك، نو موزايك. تمام. والماده اللي فيهم اللي هي الاكتيف بريسم اللي فيهم من اسمهم كاستر اويل وكروتون اويل. تمام. طيب بفكركم تاني، احنا هنشوفهم في فايل عملي تاني بنروح، فعشان بس ما حدش يتلخبط احنا بس هنا بنحاول نسكن الاسامي باي حاجه. طيب التالته بتاعت التالته اللي في نفس المجموعه اسمها ايه؟ بصوا هي شبه اللب، وبرده احفظوا دي عشان هرجع نتكلم عنها بعدين قدام شويه كمان. طيب شبه ايه؟ شبه اللب. طيب بتبقى شكلها اوفال ولها بوينتد اند، لها بوينتد اند كده وشكلها اوفال. تمام، شبه حب اللب العادي. طيب لونها ايه؟ لونها شوكليت براون. تمام
تمام. لها ايه تاني؟ السيرفس بتاعها بيبقى لسترز، السيرفس بتاعها بيبقى سموث ولسترز. طيب وشكلها قلنا اوفل، وشكل ولها شكلها اوفل ولها بوينتد بوينت اند. تمام تمام طيب اسمها ايه بقى؟ اسمها كولي سين، كولي سينز. تمام اسمها كولي سينز سيد. تمام تمام طيب التلاتة بيشتركوا في ايه؟ التلاتة حطيتهم في تلاتة في مجموعة واحدة، ان هما دروستيك بروجيتيف. يعني ايه دروستيك بروجيتيف؟ ان هما التلاتة ملينات ممكن يعملوا ابورشن لو قوي، لو في فيميل بريجننت خدتهم. تمام تمام طيب يبقى تاني اول مجموعة معايا كانت هما مجموعة صغيرين. تمام تاني مجموعة اللي هو مجموعة الاكبر منهم شوية. طيب تالت مجموعة في السيدز اللي هما كانت هيبقى فيها اتنين. طيب اسمها ايه؟ واحدة منهم اسمها نوتميج سيدز، والتانية اسمها ركزوا في الاسم ده عشان ما حدش يتصدم. اسمهم ايه؟ ستريكنس ناكس فوميكا سيد. بالراحة اسمه ايه؟ ستريكنس ناكس فوميكا سيد. بإذن الله حد تعرفوا انت قوي، يعني نعت شوية على ما عرفت انطق. تمام طيب اسمها ايه؟ ستريكنس ناكس فوميكا سيد. طيب شكلها عامل ازاي؟ بصوا اسم طويل احنا مش عارفين ننطق، فهنربطه في دماغنا ان هو عامله زي الزرار. هي شكل مميز، الوحيده المميزه اللي هتبقى مبططه كده فلات. تمام وشكلها عامل زي الزرار، هي دي ستريكنس ناكس فوميكا سيد. طيب انا ممكن لو بصيت لها من الجنب هشوفها شكل في شيب كده، يعني هي عامله شويه شبه الار بي سيز اللي هي واخده شكل عامل كده. ثانيه مش عارفه ارسمها كده كده، فانا ممكن لما اشوفها من هنا اشوفها شبه طبق او شبه حرف الفي. تمام فهي فوميكا، ممكن اسكمها برده من دي. طيب بتبقى مالها؟ لونها جريش. تمام لونها جريش، بتبقى هارد، لها طعم اسمه بيتر تيست اللي هو طعم مر. تمام تمام فيها ايه تاني؟ طيب هي لها اتنين كونفكس، اتنين كونكيف سيرفيس كده، واللي هي الراوندد اندز بتاعتها من بره عليها هيرز، عليها سمول هير فايبر. تمام كده تمام. طيب ايه بقى ايه التوكسن الموجود فيها او الاكتيف بريسبل الموجود فيها؟ من اسمها احنا قلنا ايه؟ ستريك نص، هي اسمها فيها ستريك نين، يبقى ستريك نص نقص فوميكا سيد فيها ايه؟ ستريك نين. تمام طيب النات ماكسيد، النات ماكسيد ديت اللي هي جوست الطيب. تمام فيها شكلها عامل ازاي؟ بصوا انا شايفه هنا شكلها اوفل. بصوا ركزوا دي عشان برضو في واحده قدامها تلخبطني معاها، بس باذن الله مش هتلخبطني، هنحفظها كويس مش هنتلخبطنا يعني. طيب في اسمها شكلها اوفل. طيب في هنا حته اتنين الوان انا مش شايفاهم، يعني انا شايفه هنا ان لونها براون، بس هي الدكتوره كانت قالت ان العينه فريش. لا هي مش لونها براون، العينه فريش وهم بيقطفوها لونها جرينش براون. تمام لونها جرينش براون، عليها خطوط ريدش براون. تمام تمام هي لونها جرينش براون عليها خطوط ريدش براون. طيب ايه الاكتف بريسبن اللي فيها؟ مش هتحرك بقى ايه ده. تمام الاكتيف بريسم اللي فيها اسمها ايه؟ اسمها ميرستيسين، ميرستيسين. تمام الميرستيسين ده بيعمل هالوسينيشن، لها اكتيف بريسم. الاكتيف بريسم اللي فيها اسمه ايه؟ ميرستيسين، بيعمل هالوسينيشن. تمام تمام طيب كده الحمد لله انا خلصت السيدز. نشوفها الاول ولا نكمل؟ بصوا تعالوا نكملهم كلهم بعدين نروح نشوف الفايل العملي كله على بعضه. طيب بعد السيدز عندي الكبسول، ثلاثه كبسول، كبسول ثلاثه. بصوا في اتنين من الكبسول احنا لسه قايلينهم في السيدز اصلا. بصوا فاكرين الداتورا استرامونيوم اللي هي كانت في اول مجموعه من السيدز اللي هي كانت صغيره وسودة؟ تمام هي برده نفس الكلام هنا، ادي ده الكبسول بتاعها. تمام اللي هو شبه الكونفوس ده. تمام طيب اسمه ايه برده؟ هنقول الداتورا استرامونيوم كبسول. طيب دلوقتي عشان نحط قاعده، اي حاجه لها اسمين يعني اسم اتكرر معايا مرتين زي الداتورا استرامونيوم كده، يبقى لازم اقول هل هي سيد ولا هل هي كبسول. تمام تمام ويستحسن ان انا اقول في كله، ان انا اقول كل دوت انا شايفه سيد، شايفه كبسول، شايفه رود، شايفه ايه بالظبط. تمام تمام طيب هنا شكلها ايه؟ الداتورا استرامونيوم كبسول شكله سفيريكال، لونه لايت براون. تمام عليه ايه من بره؟ بصوا هي عليها شوك من بره اللي هو اسمه ايه؟ سورنز، عليه سورن على السيرفيس بتاعته. طيب انا عشان اعرف اميز شكله انا بقول ايه؟ استرامونيوم. استرامونيوم ممكن تحسها انها شبه كلمه ستار، نجمه. تمام طيب فهي النجمه لها لها بتبقى عليها حاجات من بره كده اللي هي الشعاع دوت يعني، فممكن يبان شكلها الشوك، فانا بقول استرامونيوم داتورا استرامونيوم شبه النجمه شويه، فهي لها ايه؟ لها سورنس او اشواك. تمام تمام طيب انا شايفه برده هنا معاها في الجورز شايفه السيدز بتاعتها، فيستحسن ان انا اكومنت على السيد كمان، اقول برده ان السيد شكلها كدني تشيب وبتقفلات ولونها اسود وكده. تمام تمام
طيب ايه برضو الاكتف بريسم اللي فيها؟ هو نفس الاكتف بريسم اللي كان موجود في السيد، اللي هو ايه؟ اللي هو الاتروبين، هايوسيامين. طيب عندي التانية اسمها ايه؟ الكوليسين، الكوليسينس كبسول. الكوليسينس كبسول اللي احنا كنا شفنا برضو الكوليسينس سيد بتاعتها، اللي هي كانت شكلها عامل زي ايه؟ زي اللب، لما احنا قلنا شكلها عامل زي اللب. طيب فهي ممكن نميز نقول انها شكلها عامل زي البطيخة في قلبها اللب بتاعها او البذر بتاعها. تمام. طيب فهي شكلها عامل زي البطيخة، طيب بس هي بطيخة لونها اصفر. فهي اول حاجة يلوش سموث سيرفيس، تمام، هي راوندد، يبقى راوندد يلوش سموث سيرفيس. لها ايه تاني؟ بس هي حجمها مش في حجم البطيخ، هي الحجم بتاعها اصغر، حجم بتاعها في حجم البرتقانه. تمام. يبقى هي بتبقى ان سايز اوف اورنج. تمام. لو فتحناها المفروض بنلاقي في قلبها السيدز بتاعتها. طيب ايه هي الاكتف بريسم اللي فيها؟ من اسمها برضه نفس الكلام، كولي سيانين. تمام. طيب عندي بقى البابا فير، البابا فير سيمينوفرم. البابا فير سيمينوفرم هنا شكله عامل ازاي؟ بصوا بقى، اول حاجه لونه لايت براون. تمام. هنسكم الاسم في الاخر، بس تسكيمه هبل قوي كده، ما علينا. بس هو لونه ايه؟ لايت براون. طيب شكله سفيريكال، مدور، باين ان هو مدور ولونه لايت براون. تمام. ايه تاني؟ عليه ماميليتد سيرفيس، السيرفيس بتاعته برضو عليه بذر او حبوب. تمام. طيب شايفين اللي فوق ده، اللي هو الحاجه اللي فوق دي زي التاج، كرون، لو كرون اون ذا تيب، ولو بيديكل اللي هي العصايه دي، بيديكل. تمام، بيديكل في الاند بتاعته وكرون ان ذا تيب. التسكينه بقى الهبله اللي انا بقول لكم عليها، فاكرين بابار الفيل اللي احنا كنا بنسمعه واحنا صغيرين؟ طيب فهو بابار كان بيلبس تاج. تمام، فهو بقى بابا فير شبه بابار. ما بصوا انا مش لاقي تسكينه اكتر من كده، فحد يلاقي يعني يغيثنا بسرعه. تمام كده خلصنا الكبسولز. الكبسولز هما مين؟ داتورا سترامونيا، تمام، اللي هي شكلها سفيريكال ولونها يلوش براون. تمام، الكوليسنس اللي هي لونها يلوش، وعندي البابافير سيمينيفرم اللي هي لونها لايت براون. طيب نيجي بقى للروتس. الروتس عندي اتنين، واحد اسمه دالب روت وواحد اسمه اكنوتيك روت. تمام. طيب تعالوا نبدا بالاكنوتيك روت وبعد كده نشوف الدالب روت. طيب الفرق بينهم ايه؟ اول حاجه الاكنوتيك روت، بصوا شايفين حرف الايه ده؟ كبروه بقى هنا قوي كده. تمام. فالاكنوتيك روت هو شكله كونيكال. تمام. اكنوتيك شكله كونيكال، لونه دارك براون. تمام، عليه ايه تاني؟ عليه لونجيتودينال رينكلز. تمام، يبقى هو لونه شكله كونيكال، لونه دارك براون وعليه لونجيتودينال رينكلز. طيب انا لو جيت قطعته هنا بالنص هلاقيه هو من بره اسود وقلبه ابيض، هو من جوه هيبقى لونه ايه؟ لونه كريمي وايت. تمام. ايه الاكتف بريسم اللي فيه؟ اكنوتين. طيب نيجي بعد كده الجالب روت. شايفين الجالب روت؟ في حاجه شفناها زيه قبل كده، ممكن نتلخبط فيها بس باذن الله ما تخافوش مش هنتلخبط. تمام. هنا دي الجالب روت، نقول الاول الكومنت بتاعه ونرجع نقول هو شبه ايه. بصوا هو شبه، ممكن يكون اوفل او فيوزي فورم، يعني هو هنا دي فيوزي فورم وهنا اوفل. تمام. هو شكله لونه دارك براون، فيوزي فورم او اوفل. تمام، بس ما عليهوش رينكلز، ما عليهوش هيرز. ثانيه، في حاجه واحده نسيناها في الاكنوتين، الاكنوتين عليه هيرز من بره، دي نسيناها اقولها. طيب الجلب ما عليهوش هيرز، ما عليهوش روتلس، ما عليهوش، ما فيش رينكلز، لونه براون من بره، لو قطعناه من جوه برده هو لونه براون. تمام. في ايه الاكت بريسم بتاعته؟ اسمها جلابين، بس كده. طيب هيتلخبط معايا في ايه؟ فاكرين النوت ميكسيت اللي هي دي، اللي هي حبه البركه؟ تمام، هي دي. تمام، كان برضو اوفل، كان لونها براون، كان بصوا هي اصلا في الشكل كده في العام، شايفين دي ودي، ممكن يتخبطوا مع بعض اللي عندي. طيب بس الفرق بينهم ازاي؟ التفريق العلمي واللي هو بتاع الكليه ان هو المفروض اسفل الجلب برود كبير اكبر، ما عليهوش اي رينكلز، الثانيه كان عليها ريدش براون رينكلز. تمام، احنا قلنا بيبقى اكبر، ما عليهوش رينكلز. ايه تاني؟ لونه دارك براون، يعني براون اكتر من الثانيه. طيب التفرقه بقى بتاعت البصمجاتيه اللي هم احنا، ان هي غالبا الجلب روت هي واحده في قلب الجور. تمام، اما النتمج سيت هما اتنين. تمام، اتنين او في جرات تانية فيها تلاتة، ولو ما كانش اتنين او تلاتة هيكون واحده ومفتوحه زي اللي موجوده في فايل العملي معانا، انها واحده كده مفتوحه كده وواقع منها جزء من القشره. تمام كده، حلوه البصمجه دي. بس كده دي بالنسبه للروتس. طيب نشوف اخر حاجه معايا اللي هي الهول بلانس، وبعد كده نروح على طول فايل العملي. طيب الهول بلانت اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه البانك.
طيب هو فعلا صدق اللي سماه صدق يعني اللي عرف ان هو توكسيك بلانت. تمام، فهو فعلا توكسيك بلانت عشان اسم من الاكتيف بريزم اللي فيه هو اسم توكسيك هو كمان، يعني انا مش عارف نعرف نفتكره بسهوله. اسمه ايه؟ اسمه دلتا 9 تترا هيدرو كانابينول. تمام، دلتا 9 تترا هيدرو كانابينول. طيب هو شكله دراي، لونه جاف، يعني نبات كله احنا بنتكلم عن نبات كله، فهو لونه دراي ولونه يلوش. تمام، دراي ايه بقى اللي فيه؟ الفلاورز دراي، الليفز اللي هي الليفز الاوراق بتاعته دراي، والهامب اللي هو الجذع نفسه ده دراي، كله دراي. تمام تمام. طيب بسرعه بقى نروح على فايل العملي نبدا نشوف اللي فيه بالراحه. طيب بسم الله. طيب بسم الله ماشي، نشوف اول صوره. دي ايه؟ دي حاجه شبه النجمه. تمام، انا شايفه حاجه شبه النجمه لونها لايت براون. تمام، هقول عليها ايه اول ما اشوفها؟ انا بقول احنا فاكرين احنا قلنا داتورا سترامونيوم، سترامونيوم شبه الستور. تمام، داتورا سترامونيوم، هي الداتورا سترامونيوم شكلها سفيريكال، داتورا سترامونيوم شكلها سفيريكال اللي هي مدوره. تمام، عليها سورنس اللي هي الاشواك اللي بره دي. تمام، ومعاها السيدز بتاعتها لونها لايت براون. تمام، ما تنسوش يبقى انا معلق على اللون، معلق على الشكل، معلق على السورنس بتاعتها. يبقى هي سفريكا لايت براون عليها سورنس وفيها الداتورا سيد. ويستحسن ان انا اكومنت كمان على الداتورا سيد، ان انا اقول ان هي شكلها كيدني تشيب فلاتند فلاتند ماميليتد سيرفيس. تمام، واقول برده ان هي لها تو بوردرز تو كونفكس بوردر. طيب ايه هي الاكتيف بريسبل اللي فيها؟ الاكتيف بريسبل اللي هي فيها اتروبين، فيها هايوسين، فيها هايوسيامين. تمام تمام، بيستخدموا في ايه؟ والله ما بيعتبروا انتي سبازمودك برضو، لهم بيستخدموا في بريئه في الكبري انستيزيا. تمام، وبرضو بيستخدموا كحاجات انتي دوت للاورجانوفوسفورس كومباوند والكربوميت والديجيتالز. تمام تمام. طيب بس انا يهمني اكتر ان هم اتروبين هايوسيامين والهايوسين والهايوسيامين. طيب ما قاليش استخداماتهم خلاص، بس هو يعني لو طلب مني استخداماتهم اقولهم، ما طلبش يبقى ما اقولهمش. طيب استخداماتهم انتي سبازمودك ان هم يستخدموا بري اناستيك بري اناستيك ميديكيشن، وبيستخدموا اي كي انتي دوت في معظم الاورجز في الاورجانوفوسفورز وفي الكربامات وفي الجيتالز. طيب دي اول واحده اسمها ايه؟ اسمها داتورا سترامونيا كبسول، ما تنساش تقول الكبسول. طيب تاني واحده اللي هي كانت البطيخه، البطيخه الصفراء اسمها ايه؟ اسمها الكوليسين، الكوليسنس كبسول، كوليسنس كبسول هي راوندد. تمام، لها سموث سيرفيس لونها يلوش، صغيره في حجم البرتقانه. تمام تمام. طيب وفي قلبها السيدز بتاعتها. طيب بس هنا مش هعلق على السيدز عشان انا مش شايفاها، انا بعلق على الحاجه اللي انا شايفاها بس. طيب في ايه هي الاكتيف بريسبل اللي فيها؟ الاكتيف بريسبل اللي فيها اسمها كولي سيانين، كولي سنسين اسمها كولي سنسين. تمام، واحنا قلنا برضو ان هي بتبقى دراجستيك بروجيتيف، انها بتبقى فيها المواد ملينه، يعني ممكن تعمل اجهاض لو في فيميل بريجننت. ماشي، عندي بعد كده اللي هي ده اللي هي اسمها ايه؟ بابا فير سيمينيفرم اللي هي كانت شبه مين؟ البابور، بابور اللي فيه البابور. تمام، البابا فير هي المفروض الصوره هنا مقلوبه، هي المفروض يعني العينه نفسها مقلوبه اصلا في الجور، بس هي يعني الصوره الحقيقيه بتاعتها او الصوره الصح بتاعتها ان احنا اللي احنا الناس شايفينها اللي هي كانت معدوله. تمام تمام، ليه؟ عشان الكرون بتاعها التاج بتاعها يبقى قامت فوق والبيديكل يبقى قامت تحت. طيب نعلق بقى، احنا قلنا شكلها ايه؟ شكلها سفيريكال، لها لايت، شكلها لايت براون، لونها لايت براون. تمام، لها ماميليتد سيرفيس، ولها كرون اون اكستب، وبيديكل في التيل بتاعها. تمام، او بيديكل بلو. طيب ايه المواد اللي كانت موجوده فيها؟ موجود فيها الاوبيوم. وايه الاوبيوم ده؟ الاوبيوم اللي هو بيعتبر هيبنوتيك زي المورفين، وحاجات تانية كونفولجن زي الناركوتين والبابافيرين. يبقى هي تاني اسمها ايه؟ اسمها بابافير سيمينيفرم، اللي هي شبه الفيل بابور. طيب الهول بلانت كان اسمه ايه؟ كان اسمه البينج. طيب قلنا ان هو بيبقى نبات ناشف كله، يعني دراي اللي هو دراي بالبيديكل اللي هي الهامب بتاعته، الفلاور نفسها والليفز كله دراي. تمام، ولونه يلوش. في هي الماده التوكسيك بتاعته، وهي فعلا اسم على نفسها، هي فعلا دوكس توكسيك، هي دلتا 9 تترا هيدرو كانابينول، او ممكن اختصارا تي اتش سي. تمام، دلتا 9 تترا هيدرو كانابينول. ماشي، دي مين؟ النطمج. دي الصوره اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي النطمج، النطمج اللي احنا جايبينها هناك في الفايل التاني كانت شكلها عامل ازاي؟ شكلها ان هي ان هما اتنين في جار واحد. انا شويه بقول لكم النطمج ممكن تتخبط مع الجلاب بروت. تمام، هنا النطمج يا اما هلاقيها اتنين في جار واحد، يا اما هلاقيها واحده كده ومفتوحه. تمام، بصوا الجلاب بروت كبير، تانية دي صغيره،
ده التفرقه بتاعت العلميه والناس كلها ماشيه بيها، تفرقه البصمجيه غيرهم بقى. يعني احنا بنقول النطنج غالبا هلاقيها يا اما مفتوحه يا اما هلاقيها اكتر من اتنين في الجور، اما بالنسبه للجلب هي هما واحده بس. طيب نيجي بنروح على النطنج، بنقول شكلها عامله ازاي. شكلها avoided shape تمام، بتبقى من 2 ل 3 سنتي تمام، شكلها طولها من 2 3 في 1.5، 3 في 1.5. طيب الكلر بتاعها لونها ايه؟ لونها اول ما قطفته من على الشجره، ماليش دعوه باللون ده، انا بتكلم في اللون التاني. طيب لونها ايه؟ greenish brown، عليها lines لونها reddish brown. طيب ايه الاكتيف بريسم اللي موجود فيها؟ اسمها ميريستيسين. ميريستيسين طيب ميريستيسين ده بيعمل ايه؟ بيعتبر هالوسينيتك دروج ماشي. الجلب روت، الجلب روت دوت يا ستي والله اول حاجه ان هو شكله ايه؟ شكله فيوزي فورم او اوفويد، كان جايبه هناك صورتين، واحده فيوزي فورم وواحده اوفويد. طيب هنا هي شكلها ايه؟ دي في شكلها فيوزي فورم شويه، بصوا اهي في هنا اند هنا واند ياما الثانيه، هي فيوزي فورم تمام، ما عليهوش اي رينكلز ولا عليه اي روتلس تمام، وبيبقى لونه براون. لو خط لو قطعت فيه خط سيرفس برده هيفضل لونه براون. له حاجه اسمها بانج اللي هي بانجنت تيست، دي بان يعني بانجنت تيست، وطعمه لازع. طيب ايه الاكتيف بريست بتاعته؟ هو اسمه جلابين، هو اسمه جلاب الجلاب، هو اسمه الاكتيف بريست بتاعته اسمه جلابين، برده يعتبر الدوريستيك بربيجيتيف ماشي. عندي بعد كده اسمه ايه؟ اكونوتين. اكونوتين احنا قلنا هناخد الايه بتاعته ونكبرها، اسمها ايه؟ اكونوتين. الايه عشان نقول ان هو شكله كونيكال ان شيب تمام، لونه دارك براون اللي انا شايفاه قدامي ده دارك، هو دارك براون تمام، ولونه وشكله كونيكال ان شيب، عليه اللي هي رينكلز لونجيتودينال رينكلز تمام. لو قطعته كات سيكشن هشوف لونه ايه؟ هشوف لونه ابيض اللي هو كريمي وايت. طيب بيعمل ايه؟ بيعمل تنجلينج ونيوم بالنسبه للطنك، لو خدته انا هاخده هاكله يعني هيبقى هيعمل تلميم في اللسان. طيب اكنوتين، اكنوتين اكنوتينين الاكتيف بريسب اللي فيه ماشي. نيجي بعد كده الاسم الطويل هنحفظ معاه ايه؟ ان هو شكله مميز جدا، ان هو عامل زي الزرار. الاسم الطويل بقى كان اسمه ايه؟ ستريكنس نقص بوميكاسيد ماشي، ستريكنس نقص بوميكاسيد عشان بس نعرف نحفظه ماشي. شكله ايه؟ جريش، اللي هو راوندد مدور تمام، لونه جريش. شكله عامل ايه تاني؟ بيبقى له الكونكيف وكونفكس سيرفيس، اللي هو السيرفيس من بره الكونكيف وكونفكس سيرفيس ده عليه هيرز صغيره تمام، عليه هير وريزد ايدجز، ريزد ريدجز، ريدجز بتاعته عليه اللي هو شبه، مش احنا قلنا شبه الار بي سيز؟ شكله عامل كده تمام، شبه الار بي سيز، عليه هنا الايدجز بتاعته عليه وعليها هيرز تمام. نيجي هنا بقى ايه الـ ايه الاكتيف بريسم اللي فيه؟ اسمها استريكنين. طيب نيجي بقى اثنين تانيين اللي هما الاثنين برضو اللي شبه بعض في السيدز اللي هما كانوا في المجموعه الثانيه اللي احنا قسمناهم ايه؟ عندي كاستر اويل سيد وكروتون اويل سيد. طيب الكاستر اويل سيد دول ميزناهم ان هما شكلهم ايه؟ لونهم براون، براونش ان كلر، شكلهم اوفل تمام، عليهم الزر اللي هي شايفين الرسم اللي بره ده، يعني سبحان الله الحاجات الرسومات اللي بره دي اسمها موزايك وبتلمع لوسترلس. طيب ايه الاكتيف بريسب اللي فيها؟ برضو اسمه كاستر اويل. ممكن يعمل ايه؟ من الدروجستيك دروج تمام، الدروجستيك بروبجيتيف اللي هي ممكن تعمل ابورشن ليه لو في فيميل بريجننت تمام. عندي بعد كده اللي هي كروتون اويل وكروتون اويل زيه بالظبط، بس هنفرق بينهم ايه؟ هنفرق بينهم والله ان هي الكروتون اويل بتبقى ما فيش لسترلس ولا في موزايك سيرفيس، وطبعا اللي هي الاكتيف بريسم اللي فيها اللي هي اسمها ايه؟ كروتون اويل ماشي. نيجي بقى عندي بقيه السيدز اللي هما الثلاثه اربعه واربعه اللي كانوا مع بعض يعني بقيه السيدز. طيب اول حاجه اللي هي شبه حب اللب، شبه حب اللب اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ كولي سنس سيد، كولي سنس سيد. طيب لونها ايه؟ لونها انا شايفاه هنا لونها لونها براون، شوكليت براون تمام. شكلها اوفويد ولها بوينت تب، حلو جدا. طيب والبتقى سموث ليستر سيرفيس. طيب فيها ايه؟ هلاقي فيها الكولي سنسين اللي هي توكسين، كولي سنسين توكسين ماشي. نيجي بعد كده دي حبوب سودا صغيره اسمها ايه؟ يبقى اسمها الداتورا استرامونيوم. طيب والكومنت بتاعها هو شكلها كدني تشيب، لها فلاتن سيرفيس مميليتد، بتبقى دبل كونفكس بوردر. طيب حجمها قد ايه؟ هي لونها ايه؟ لونها اسود عشان احنا قلنا استرامونيوم سودا تمام. وبتبقى من 3 ل 4 في السايز ماشي. نيجي بعد كده الاكتيف بريسم بتاعها هما ايه؟ اتروبين، هايوسين والهايوسيامين ماشي. عندي بعد كده في مين؟ في واحده بني بس كبيره شويه، البني الكبيره هنسميها ايه؟ هنسميها داتورا فاستيوزا،
داتورا فاستيوزا، داتورا فاستيوزا سيد، نفس الكومنت بس هنعلق هنقول ايه ان هي لونها، هي المفروض ان انا حاطينها بلاك بس هي المفروض براونش، تمام؟ هي لونها براونش وبتبقى من 3 ل 4 ملم ان سايز، تمام؟ طيب الصغيره اللي عامله زي التراب اسمها ايه؟ اسمها اتروبا بلادونا، اتروبا بلادونا سيدز. طيب لونها براون وبتبقى صغيره في حجم راس الدبوس اللي هي بين هيد سايز، تمام؟ برضه نفس الكومنت اللي هي كني فلاتند ماميليتد ماميليتد، وتلاقيها اتنين كونفكس بوردر، دبل كونفكس بوردر. فيها ايه برضه الاكتيف ريس بتاعها اللي هي اتروبين هايوسين هايوسيامين، بس كده تمام. عشان بقى الكومنت نحط كومنت كويس، احنا محتاجين نعمل ايه اول حاجه؟ احنا كده يعني الحمد لله خلصنا مبدئيا. تكتب لي هل الحاجه اللي قدامك دي سيد ولا كبسول ولا روت، تمام؟ تمام. طيب تحط لو هيجيبوا لك مثلا ان هو يقول لك اسم النبات ايه والسايت بتاعه وكده، يعني حاجات كومبليت كومبليت على كل نقطه. لو مش هيكتب لك يعني حاول تملا اكبر عدد وتخلي الكتاب يعني منظمه اكتر. بس كده احنا خلصنا. بس سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.